زيو معكم المذيعة يورا مع يوجي من فرقة سوبر جيرلز. صفقوا لها جميعا. أنياسيو يوجي ميتا. هذه أول مرة تحضر يوجي إذا على حالها بدون العضوات، فأسألك يوجي كيف يشارك هذا؟ حاسة بشوي غرابة وشوي توتر هيك، لأنه مش متعودة أحضر إذاعة لحالي، مع إنه عملت إذاعة مرة لحالي، بس وجودي في مقابلة بدون عضوات سوبر جيرلز شوي موتر هيك. حقا يوجي، هل تشعرين بقليل من رهاب المسرح؟ احيانا، مش دائما، بس احيانا يس، احس بشوي رهاب المسرح. فيك تسميه رهاب رد الفعل هيك، لانه بتوتر من رد الفعل. لكن انت في هذا المجال منذ فتره طويله، فكيف لازلت تشعرين بالتوتر؟ مش متعلق طول فتره تكوني في هالمجال، بس مثل ما قلت هو متعلق بردة فعل الفانس. ف دائما بعد اطلاق اي اغنيه يكون هيك في توتر ورهاب من ردة فعل الفانز، بس الحمد لله كل مرة يجونا رد فعل إيجابي، والفانز يتفاعل مع الأغنية ومع الترويج بشكل جد رائع. فبدي أشكر كل حدا قام بدعمنا خلال هاي الفترات اللي كنا عم نواجه فيها أوقات صعبة خصوصا. ف كمسامي داوري سوبري. حدث قليلا عن يوجي المغنية، كيف بدأت مسيرتك من الأول؟ مثل ما يدري البعض، كانت في أوديشن لدخول لفرقة السوبر جيرلز. هي الفرقة كانت أصلا متأسسة بس ناقصين عضوتين، وكانت في أوديشن، فقلت كنت بجول هيك بدور بين الصفحات، ولقيت هالبوست اللي يقول انه في اوديشن لدخول عضوتين للسوبر جيرلز. فقلت بجرب حالي هيك، بما اني احب الكي بوب واغني في البيت وكذا، فقلت ليش لا يعني. فسجلت اغنية سبيك ناو لتايلور سويفت وبعتها على صفحة سوبر جيرلز، واتذكر في ذاك الوقت جاوبتني روري وقالت لي ان صوتك حلو هيك، حركينا شوي هيك، وبعدين صار اسمي يوجي. حسنا، لما رين تحديدا لألبوم وان فيل؟ رين ما كانت رح تكون جزء من ألبوم وان فيل، لأنه أصلا ألبوم وان فيل ما كان مشروع، يعني ما كنا عم نحضر لمشروع ألبوم أو هيك. فأنا كنت رح أغني رين وأطلقها كسولو، فبما أنه كانوا في عضوات تانين رح يعملوا نفس الشيء، يغنوا أغاني منفردة، فقلنا ليش ما نعمل ألبوم متكون من أغاني منفردة، وما أنه I Got A Boy كانت محضرة أساسا، فقلنا نخليها خاتمة للألبوم. فارتقينا كلنا أنه إنها فكرة حلوة، واتقرر أنه تنزل رين مع ألبوم One Feel. Yes. سمعت من قبل أنك ممثلة رائعة، أو بالأحرى في الأدوار الشريرة، وأنا بصراحة متشوقة لرؤية مشهد. أدوار الشريرة أكيد يس، أفضل قلتها من قبل، وأعرف إنه الكثير بيعرف إنه بفضل الأدوار الشريرة على الأدوار اللي تكون لطيفة. أكيد.
راح أدي مقطع من مسلسل من فيلم ماليفيسنت اللي تحط فيه اللعنة على الأميرة هيك يعني. Oh my god. Okay. I really felt quite disturbed of not receiving an invitation. Oh dear. What an awkward situation. To show I bear no ill will, I too shall bestow a gift on the child. Listen well, all of you. The princess shall indeed live in grace and beauty, be loved by all who knew her. But before the sunset on her 16th birthday, she will prick her finger on the spindle of a spinning wheel and fall into a sleep like death, a sleep which she will never awaken. This curse will last to the end of time, and no power on earth can change it. Oh, Yuji, mazin nabra. Oh, Yuji, shirira haqqan. Hasa hali shirira kteer. لكن لا أريد لمستمعينا أن يحفظوا هذه الصورة عن يوجي، لأنني أؤمن أن يوجي حقا لطيف، أليس كذلك؟ أتشماريو نمو كيو كيو تاكم كوتو جي سينكم كوتو مهزين نبرة. لدينا متسع من الوقت، ولكن قبل تسجيل الخروج أدري أن المعجبين يريدون سماع نسخة لايف من راين. أرسو동빈 회색 빛깔이 좀 허전해 쑥스러운 기분에 유리창을 열어 내 눈에서 위로 떨어진 밑방울 가득 보이는 그리움 나의 맘에 흘러 왠지 네가 보고픈 밤 떠오르는 눈물 떠오르는 나의 맘속 비가 오면 내리는 기억에 변치는 아픔에 행복 쏟아지는 너를 보다 서면 했던 그 시간은 멈춘 채 추억에 젖은 채 아름다웠다 너를 그려 in the rain. Ooh, ooh, 길었던 참 눈이 부셨던 계절도 새진 잡속에 얼룩져 색이 바래질까 점점 깊어가는 네 밤 잊지 못한 약속 따뜻했던 품도 안여 비가 오면 내리는 기억에 편지는 아픔에 행복 쏟아지는 너를 보다 서면 했던 그 시간은 멈춘 채 추억에 젖은 채 아름다웠다 너를 그려 in the rain 행복뿐인 세상 속 갑자기 어비쩍대잖아 비가 다야다 넌 내 눈이 훤히 밝혀줘 뚜루루루루 뚜루 뚜루루루루 속삭인 가슴 한켠에 보자 네가 되어 오늘 하루
Et à part mon passé, rien n'a de mes souris, rien ne me donne qui en aura des sauvages. كمسامي دا يوجي، كنا مع يوجي الحنجرة السحابية. نلقاكم مرة أخرى مع أيدول ثاني. أترككم في أمان. أنيو 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 كمسامي دا أنيو.